اليوم راح أعمل القراءة العامة لبرج الدلو. راح تكون القراءة عاطفية عن العمل وعن الصحة. لو سمحت إذا كنت جديد معنا في القناة اشترك، فعل الجرس ليوصلك كل جديد، وإذا عجبك الفيديو لا تنسوا اللايك. طيب إيه ثلاث مقلوبة الفرق بنتكل بس مقلوبة. شكلك انت يا برج الدلو بدك تطلع من الصمت، الاحتفاظ بشيء داخلك فترة طويلة انت بدك تخرج منه. انت طالع من الطاقة النارية، عندك شيء كنت محتفظ فيه لفترة طويلة وانت حابب تفصح فيه. احتمال انت حابب تفصح لمشاعرك للشخص هذا، او انت كنت محتفظ في هاي العلاقة وانت بدك تفكك منها، خلاص بدك تطلع من هاي العلاقة. زي ما انت كنت تراقب هذا الشخص وانت بطلت تراقبه، بطلت مهتم للشخص هذا. انت حتى طوط يعني، انت حتى شفتك له مقلوب. انت شايف ان هذا الشخص اللي عبيد، احتمال ضحك عليك في الماضي مثلا وخلاك تشوفه بصورة صحيحة من الامبرس، شفته شخص جدي وعملي وجميل مش عارفة، انا حاسة انه طالع من نفسك هذا الشخص، بس انت فايت تشوف انه شو وضعه. انت شايفه انه هو لا يصلح لك او مش مناسب لك، او شخص مثلا بحبش يجتهد ويشتغل يكون معاه مثلا فلوس عمل. كمان انت شايفه طالع من زواج. الشخص هذا حاليا في مفترق طريق. الشخص هذا في شيء بيفكر فيه ضمن دائرة الزواج او ضمن دائرة علاقة ما هو فيها. الشخص هذا احتمال يكون مشغول في عمل على الانترنت، احتمال يكون هو مشهور، مع انه انت شايف انه ولا مشهور ولا اشي، يعني انت اكتشفت فيه شيء غلط كذب عليك فيه. الشخص هذا شايف حاليا هو بيراقب فيك على فكرة، كتير متابعك، والشخص هذا مشغول في عمل بخص نوع من أنواع عمل مثلا طائفي، أو مثلا الشخص هذا مثلا صحفي بمرق من مدينة لمدينة، بتساءل عن الأديان مثلا أو عن الأحداث الوطن. يمكن مش صحفي مثلا عام أو دارس صحافة، بس يمكن إنه شخص مثلا يوتيوبرز وبينزل مثلا مشاكل العالم، مشاكل أوضاع الوطن. الشخص هذا في عنده بداية عمل جديدة. الشخص هذا شكله مشهور مع يعني معروف، أو هو في مفترق طريق مع شخص آخر. خلينا نشوف، نشوف الكروت اللي بس مو طاقتك. أنت مش حابب هذا الشخص، مش حاسس حابب. لأن أنت إحساسك من ناحيته كسر قلبك أو شيء. خلينا نشوف برج الدلو. Let go of control. في سيطرة لازم تتركها. في شخص منكم مسيطر، احتمال انت طلعت من السيطرة او من سيطرتك على مشاعرك شيء منك. طيب انتو شكله العائق اللي بيناتكو، لا في حدا منكو مدمن، في ادمان كنت بنتك، في ادمان عاطفي، او في حدا مش قادر يطلع من الماضي. هيدا الكرسي بسوي. طيب خلينا نشوف. في ادمان عاطفي وفي سيطرة، في حدا مسيطر اما انت او هو، بس انت شكلك طالع من السيطرة، يعني شكلك انت خلاص تسيطر على الموضوع. طيب هون بحكولك التواصل،
لازم يصير تواصل بيناتكم، يعني تواصل بوضوح. وهم بيحكوا لك خلال الأشهر القادمة، في غضون الأشهر القليلة القادمة. احنا نشوف شو فين انت شايف الشخص هذا بالنسبة للإدمان، كانت الإدمان فين انت شايفه انه مدمن، هو مش محافظ على صحته، ومثلا عماله بتسيء حالته للأسوأ. نشوف سنفوت بعمق القراءة، يبين ما عم نكشف كل شيء، نحلل نتعمق في الشخص هذا ونعرف له تجربته الجاية. الشخص هذا رافض يتشافى من شيء، الشخص هذا يا مدمن أو مريض ومبدوش يتشافى، موقف فترة شفائه. طب هون بيحكولك صعود التعلم وتجاوز العقبات والتوسع وفرح ومرحلة جديدة والإعداد للاتحاد. يعني انت بدك تتحد مع نفسك، انا طبعا مش انا بامنش فيه، بس انا بحكي لك انت بدك تطلع لمرحلة جديدة، وانت فعلا انت طالع انك تسيطر على العلاقة، وانك انت تضل تلاقي حلول للشخص هذا، وانك انت تضل تسيطر على المواقف اللي بيسويها الشخص هذا، كانك حاولت تعالجه، حاولت تنصحه وترشده. الشخص ده كان مثلا مفيش عنده استيعاب لك، او ما كانش يستوعبك، او ما كانش يرد عليك، فانت مقرر تطلع من هاي العلاقة. انت طب هارت وايت اوكي، طبعا القلب المفتاح، رحب بالحب، لقاء شخص، افتح قلبك، ستجتمعين مع بعض في اكتمال. اكتمال المفتاح، القلب والمفتاح، يعني في حدا يفتح قلبك يا برج الدلو. احتمال مش الشخص هذا، احتمال انت راح تطلع من هاي العلاقة، بس هون بيقول لك في غضون الأشهر القادمة القليلة. طيب عفوا يا جماعة، خلينا نشوف. ايش الشخص هذا ستار بس مقلوبة، الشخص هذا رافض يتشافى من شيء، رافض الشفاء تماما قطعيا. الشخص هذا ماله شيء وهو رافض الشفاء، وكأنه حالة الشخص هذا مثلا حدا بحاول يطلع من ادمان، احتمال عنده الادمان كده بنتك عنده، فاحتمال الشخص هذا مدمن على شيء وهو رافض انه يطلع من الادمان. احتمال الشخص هذا مدمن علاقات، مش شرط مدمن خمر او مخدرات او شيء، احتمال يكون مدمن علاقات وهو رافض رفضا قطعيا انه يخرج من هذا الادمان. طب خلينا نشوف شو مشاعره من ناحيتك. الشخص هذا بحبك جدا جدا، انت مسيطر عليه، انت مسيطر عليه لدرجة كبيرة. الشخص اللي شايفك انك طيب ومشاعره رايحة إلك. احتمال هذا الشخص يمكن، انا مش راح احكي اكيد، ولكن مقلوبة لا ما خلص الشفاء. الشخص هذا، الشخص هذا عارف ان انت شفاءه، على فكرة شعر انه انت اللي بس تشفي، وانت اللي بتسيطر عليه، او بتسيطر على مرضه، او بتسيطر على نفسيته، او لما يشوفك بروق احتمال انه انت كنت تحاول تساعده وتدعمه، وكان مثلا يتغاضى ومثلا مصائحك، لكن كان لما يسمعها كان يعمل فيها بس من وراك مش امامك، من حبه لك. الشخص ده يحبك جدا جدا، انت مسيطر على عقله وقلبه. طيب انت كيف عقله الباطني؟ هو شايفك انك انت تعبت معاه في العلاقة جدا، شايف انه انت بس الشخص اللي ممكن تتحمل هذا الشخص. احتمال هذا الشخص بفوت من علاقة لعلاقة، وانت دايما بتكشفه، وزي خلاص نفذ صبرك من هذا الشخص. الشخص هذا شايف انك انت مستحيل ترضى بالصلح، مستحيل ترضى بالصلح، لانه له دفتر ماضي معاك هالقد،
شخص أنا شايف إن أنت توازنت وتشافيت من كل شيء عمله فيك، شايف إنك أنت خرجت من المرحلة الصعبة معي، وشايفك إنك أنت عنيد عند شديد، يعني عنيد جابر على نفسك، لما تبعد عنه بتجابر لآخر لحظة. هو شايف إنك أنت تركت العلاقة وفليت رحت، شايفك إنك أنت استقريت مع نفسك وبديت بداية جديدة وتوازنت مع نفسك، وشايفك إنك أنت زي هربت هروب من هاي العلاقة شردت، وشايف إن هاي العلاقة حلوة لكن بدها مجهود منه مش منك أنت يا برج الكلب. وهو شايف إنه في اختلافات بيناتكم، في العائق اللي شايفه في اختلافات بيناتكم هاي العلاقة. احتمال إنك أنت شخص مثلا عقيدة مثلا شوي يعني حشرية أو ملتزمة، وهو من عقيدة كل شيء مباح عنده، يعني مثلا العلاقات عنده مباحة، مثلا شرب الخمر مباح، أي شيء عنده مباح. احتمال هذا الشخص مثلا مبيأمنش في أي دين مثلا. الشخص شايف إنه هو كمان بده تغيير، هو بده تغيير، وشايف في عائق بيناتكو مش مدينة لمدينة، احتمال مدن احتمال، لكن الشخص هذا شايف إنه العائق الأكبر يمكن إدمانه، يمكن إدمانه. وكمان شايف هذا الشخص إنه العطاء بينكو في هاي العلاقة، يعني أنت معطاء أكتر منه، هو زي الطفل الصغير انت دايما بتعطيه، هو زي الطفل الباقي ليك، وشايف انه انت في مستوى اعلى منه، اعلى بكتير اعلى منه، او انت من عالم اخر، هو من عالم اخر، من عالم اخر. هو شايفك انك انت شخص صبور، صبور جدا جدا، وشايف انه انت شخص متوازن، هو شخص معطاء لكنك مسيطر، بتحب السيطرة. مش شايف انا الشخص انك صامت، بس شايف انك انت صبور، وانت قبل ما مثلا تقدم على الشيء لازم تبحث عنه جيدا وعن كل تفاصيله. شايفك انك انت بتحب تساعد الاخرين، تساعده هو يطلع من مثلا من ازمته، من ادمانه، من مثلا العلاقات اللي هو فيها. شايفك انك طيب، لكن طيبك له حدود، يعني اذا تعديت هو انت بترجع لورا، خطوة لورا. شايفك انك انت بتشفق على الناس اللي هم مثل زيه، مثلا هم مدمن وانت عندك صار عقدة منه، مثلا تشفق على الناس المدمنين، عندك شفقة من ناحية الشيء. وشايفك انك انت برضه كريم، كريم في العطاء، بس هو شايفك طيب جدا ومتوازن، وانت صاحب العقل والقلب معا، وشخص على فكرة انت ما تضحكش عليه بسهولة. يعني الشخص هذا مثلا انت مثلا بتقول له انت مثلا رحت لمركز تتعالج، ويقول لك اه صح، ورحت وانا بلشت علاج شيء، انت ما بتصدقش. طب مش بسهولة انك تصدق، لا انت بتشك، عندك شكوك مصداقية هذا الشخص ومصداقية كل اللي حواليك على فكرة. يعني إيه، وشايفك انك انت شخص ممكن انت اكبر منه سنا. واضح ان دي يعني الاعمار مش كتير، لكن يمكن انت ناضج، احتمال تكون اكبر منه سنا، احتمال. احتمال هذا الشخص انه بده يروح يتعالج في بلدة اخرى، في بلدة اخرى. احتمال بده يعتنق مدينة اخرى، يخرج من اللي هو فيه عن طريق سفر، عن طريق مثلا يروح مركز عالمي في دولة غير دولته هو. ومثلا شخص بدوش حد يعرف انه هو مدمن، فبده يروح ويرجع، ولا معاه اي شيء، يعني انه هو مش مدمن ويرجع طبيعي. انت كيف شايفه؟
أو أنت كيف شايف العلاقة عامة وكل شيء؟ أنت شايف إن الشخص هذا كسر لك قلبك؟ وإن الشخص هذا حملك شيء فوق طاقتك؟ وأنت شايف إن هاي العلاقة مفيش فيها استقرار؟ وإن علاقة يعني أنت بتموت في البطيء فيها؟ إن هي موجع قلبك ومهلكتك؟ وانت شايف فيها فرصة، لكن هاي الفرصة بدها شغل يعني جامد، شغل جامد. وشايفك الشخص ده بتحاول تسيطر عليه او تسيطر على الشيء اللي عنده. في الشخص ده ماله اشي، اما مريض مدمن، الشخص ده ماله اشي، الشخص ده ماله اشي. خليني اشوف بس قلت التالي يكون سهلين بس. صار عندي فضول أعرف الشخص ده مين يعني. أنت لأنك شايفها علاقة صعبة، صعبة وكسرت قلبك وأنت مليت منها من كتر المكسرات اللي فيها، أو من كتر ما هي كأنك وقعت في مأزق مع هذا الشخص. نشوف الشخص ده شو ماله. مقلوبة، 3 of wands مقلوبة، السفن. الشخص هذا مريض، الشخص هذا في شيء هو حاول يداريه بس ما ظبطش معاه، ما ظبطش معاه. الشخص هذا بتاع علاقات، مدمن علاقات. هاي من الشخصيات أو من العلاقات، خلني أقلبها أصححها. شخص هذا مخادع على فكرة، مخادع. شخص هذا بفوت من علاقة لعلاقة و خداع، وأنت عارف، أنت عارف. عشان هيك أنت نزل من نظرك، نزل من عينك، نزل من عينك. أنت في الماضي كنت شايفه هيك، انت صرت شايفة علاقات وخائن وانت بدك شيء. انت حاولت تعالج امور الخيانة وامور الطرف الثالث، بس هو فشل في انه يداري هاي الامور. الشخص هذا الفايف اوف سورد، غدار الشخص هذا. والشخص اللي بفوت علاقة بأخذ الشخص الاخر اللي بفوت معاه لفة حوالين حاله و بيرفع منه، وانت شخص اكتر شخص جذبني وانت وانت، وفجأة بتعمل في الظهر وبحاول يداري لكنه بنكشف. بحاول يداري عنك علاقات الشخص ده، لان انت شايفها علاقة صعبة وانت كسر قلبك وفات طرف اخر فيه معاكو، وانت دايما تكتشف خياناته مثلا تغطي عليه، وانت دايما صبور، وانت دايما انت شايفها علاقة مميتة. انت شايف انه علاقة هي تنفع تستقر فيها الا لما الشخص هذا يطلع من الادمان، سواء ادمان علاقات او ادمان مخدرات او ادمان اي كان الادمان. او الشخص ده نصاب يفوت علاقات عشان ياخد مثلا فلوس من الاخرين، ابتزاز مثلا، مثلا طبعا. او مثلا شخص هذا بيعمل علاقات مثلا يعني عمل وبضرب ضربته وبهرب، ومثلا عمل فيك كذا كذا فصل. طب شو نوعية هذا الشخص؟ هل راح يرجع ولا لا؟ الشخص هذا نامي يضل في اللي هو فيه، الهند مان. والشخص هذا بده يقطع العلاقة هاي الفترة، وبده يصبر لحتى يشوف هو شو بيصير معاه، هل بيقدر يتعالج من اللي هو فيه او لا. الشخص ده اصلا هو مش عارف مصير العلاقة، او هو مش عارف ايش بده يعمل. عموما في عنده شكوك هو بده يقطعها، او في شيء بده يقعد فترة طويلة يفكر فيها تجاه هاي العلاقة، مع انه رغم هو حبه لك يعني حب صادق،
صادق جدا، شايفك شخص متوازن، بس شايفك شخص عقلاني. انت تلقطها وهي طالعة، لماح، شخص لماح جدا، ورغم طيبك لكنك انت صعب انه يتعدى على حقك او يتعدى عليك، مع انه انت شايف انه تعدى والزيادة، لكن هو لا، شايف انه انت الشخص الوحيد اللي ما قدرش يسيطر عليك، انت اللي مسيطر عليه وعلى الموقف اللي انتوا فيه. فمش عارفة شو احكي لكم. الشخص ده نوايا انه يقطع، يخلي العلاقة معلقة في الهواء، ويضل في اللي هو فيه. بس هما بيحكوا لك انه في شخص داخل حياتك كبير جدا غير الشخص ده، ما اعتقدش الشخص ده، انه مفيش رجوع منه. عموما هم بيحكوا لك انه في المفتاح والقلب، في شيء غير هذا الشخص. رحب بالحب، لقاء شخص، افتح قلبك، ستجتمعان معا في اكتمال لك مع شخص اخر. وهون بيحكوا لك في صعود، وتتعلم وتتجاوز العقبات وتتوسع في مرحلة جديدة، وانت راح تتحد مع نفسك، انت راح تعرف كنت نفسك. انت العلاقة اتعبتك جدا جدا جدا. خليني اشوف لك مين جاي في طريقك. تقول جدا دف شخص، احتمال يكون انتو كنتوا في علاقة وانقطعت هاي العلاقة، بدي يرجع لك الشخص ده من الماضي، واحتمال يكون برج العقرب، شخص من برج العقرب. سترينج، شخص قوي الشخصية وملفت للنظر، والشخص ده إما يكون طالع من علاقة، يكون مرتبط وطلع من علاقة وماتت هاي العلاقة، إما الشخص ده أنت كنت معاه في علاقة وغاب فترة طويلة الشخص هذا، والشخص هذا في طريقه إليك. وهون برج الأسد. خليني أحكي لكم الأبراج. برج الجوزاء، برج الدلو والميزان، الأسد، العقرب، الميزان، العذراء، العقرب. خذوا هون كل الأبراج برضو وكل الطاقات. الأسد حكينا، الحمل الحمل أنت، ثور فقط. الشخص هذا بحب العلاقات كده، مدمن الشخص. هذا بقدر أفيدكم فيه. في شخص قادم في طريقك يا برج الدلو، غير الشخص ده. خلينا نشوف استنى في الكراش، وش وضع الكراش لبرج الدلو. شو مشاعر الكراش من ناحيتك يا برج الدلو؟ مفكر فيك الشخصية جدا جدا، وبدور عليك أو بدور وراك. الشخص هذا بده يحاول يعرف شخصيتك بالضبط، شكله ذكي هذا الشخص، بده يعرف شخصيتك أول إشي، بعدين يدخل معك في العلاقة عشان يعرف أنت شو الشيء اللي بتحبه اللي بتكرهه، كيف يقدر يأثر عليك. الشخص هذا بدور على شيء حواليك يعني. طب هل مشاعر صادقة مثل مشاعرك؟ صادق الشخص هذا بحبك، بشايفك جميل ومغري، بشايفك الأمبريس، بشايفك استقرار بالنسبة له، عشان هيك الشخص هذا بدور على مطرح يدخل لك منه. طيب شنو هي من ناحيتك؟ استقرار، زواج. الشخص هذا شايفك المشاعر وصدق نواياه الامبريس،
بس هو شايفك انك انت تصلح للزواج، وهي استقرار معك الشخص ده. ده يستقر الشخص ده احتمال يكون اكبر منك سنا كمان بكتير، او يعني فرق، المهم فرق. طب هل راح يعترف لك هذا الشيء؟ احتمال يكون متجه اليك على فكرة. الشخص ده طالع من اشي، احتمال يكون طالع من علاقة سابقة ماضية، وهو بيحاول يخرج منها او يشوف هل انت بتشبه الشخص اللي كان معاه او لا. الشخص حاليا هذا بده يستقر اول اشي، في ما خارج من عمل من اسرة، ممكن متقيد بشيء هذا الشخص هو طالع منه. فالشخص ده اول اشي بده يستقر ويربك لفترة، بعدين يعرض عليك. بقول لك نو الكراش، هنشوف نو ليش. مديتيشن، طيب صلي وبقولوا لك نو في شيء، في نو شيء نو. والصلاة هي بتجيب ال الصلاة هي بتجيب لك الإجابة. مثلا أنت بتدعي بشيء في كنسليشن، في رجوع لك من شخص من الماضي. يا برج التل الكراش، في شخص من الماضي، احتمال الشخص هذا كنت في علاقة بس كانت قصيرة جدا وطلعت منها، أو اعترفت لبعض شوي وكل واحد راح لحاله. بس هم بيقولوا لك في شخص راجع من الماضي. The gold be the one. برج الدال عندك زي خيارات عديدة، يعني حاسسها زي القراءة، زي مشكوكة في مع الأبد المنفصلين أو اللي كانت القصة الأبد. فاحتمال اللي من الماضي مش الشخص هذا، هو يكون شريكك، لأنه هون في اتحاد. احتمال إنه اللي جاي من الماضي هو الشريك الحقيقي، واحتمال يكون هذا الكراش. احتمال انت شكك انه خداع وكذاب، فبقول لك لا مش خداع ولا كذاب، بس الشخص هذا بيطلع من اشي بده يستقر. طب هل راح يعترف لك كمان مرة؟ هنشوف هل راح يعترف لك؟ لا حاليا لا، بس في منكم شخص غير. طب مين الشخص جايكم من الماضي؟ شخص يمكن يكون من برج الحوت، يكون غامض هذا الشخص وتباعد لفترة طويلة، زمن زمن يعني زمن، وراح تتفاجئ لما تشوفوا على فكرة الشخص ده، راح يكون مفاجأة لك يا برج الدل. طب خليني أشوف كيف صحتكم يا برج الدل. نعم منيحة، حيكون تشتغلوا وصحتكم كتير منيحة. انتوا حاليا بتتشافوا من شيء، من شيء أثر على صحتكم فترة طويلة، فترة طويلة. احتمال عندكم وجع في الظهر أو وجع في الرأس من الخلف، وأنتوا بتدوروا له على حلول. احتمال أنتوا بتدوروا على حلول مش طبية، احتمال الطب في الأعشاب مثلا، أو حجامة، بتعملوا حجامة أو شغلات زي هاي عشان تطلع من وجع. احتمال عندكم أرق، عدم نوم، شوية قلقانين، بس رح تطلعوا من التعب. انتوا بتحاولوا تعملوا شيء بديل، طب بديل. طب خليني اشوف كيف انت في العمل يا برج الدل. انت مؤخرا طالع من عمل بسبب اشخاص تعمدوا انهم يفصلوك من العمل، او انت انصدمت في شخص كان قريب منك وانصدمت انه مثلا اعطاك، هو رفضك، انت طالع من عمل، منفصل من عملك.
بما أنت كنت في عمل برا بلادك وانفصلت منه وأنت راجع. نشوف إيه، أنت عامل نفسك مش مهتم، لكنك أنت حزين على هذا العمل على فكرة. أنت حزين، أنت محتار بين أشخاص، مين اللي دبر لك المكيدة، مين اللي عمل فيك هذا الفصل. أنت محتار مين عمل فيك هذا الفصل. في شخص احتمال مؤخرا هو استلم مكانك، هو بلش في مكانك، هو ابتدى بدالك، فاحتمال يكون هو. طب هل راح تكتشف؟ انت راح تدلز علينا فترة طويلة و راح تكتشف، بس مش راح تحكي، مش راح تحكي. رح تكتشف مين فصلك عن العمل او ليش فات من العمل. احتمال انتوا في منكم اشخاص هم اطباء اصلا وبيعالجوا اشخاص مثلا عندهم انهيار عصبي اعصاب او في الدماغ في العقل، وانتوا بتعالجوا الاشخاص بتكونوا تعبانين نفسيا مثلا. بس الأشخاص اللي انغدروا في العمل راح يعرفوا مين، راح يعرفوا قريبا كمان مش بعيد. طيب عندنا هون برج الأسد للعمل، وهون كل الأبراج موجودة. الشخص الماضي اللي جاي يحتمل يكون برج الحوت أو العقرب، أما الشخص الكراش فهو يحتمل يكون برج العذراء، برج الأسد، وبرج الحمل. أنا